ازيك يا ماما؟ خديجة بالسلامة. أهلا. ازيك يا سميح؟ ازيك يا محمد؟ ازيك يا نظيرة؟ الله يسلمك. انتوا مش المفروض كنتوا تيجوا الساعة 6 بعد الظهر، إيه اللي جابكم بدري؟ ما لقيناش محلات في القطر، جينا في الأتوبيس. أظن يا حبيبي اتضايقت اليومين دول لوحدك. ولوحده ليه؟ تلاقيه كان هايص مع خطيبته. إيه يا محمد؟ إياك ما قابلتهاش. إزاي قابلتها؟ طب احكي لي. طب بس استريحي شوية. مالكش دعوة، أنا مش تعبانة. شوف يا ستي، أول ما وصلت جري على البلاش. برافو عليك. لقيتها. إيه؟ كانت لوحدها. عال وبعدين؟ كانت لابسة فستان حلو قوي يا سميعة، مش معقول. ما أنا شفت عليها في مصر. أما كانت جميلة بشكل. والله العظيم. من كتر جمالها اتهيألي أطلع الدبلة من جيبي وألبسها لها وأروح بيسها. ما عملتش كده ليه؟ يا خبر أبيض، قدام الناس؟ أمال عملت إيه؟ سلمت عليها، بس هي كانت مرتبكة شوية. لازم كنت بتاكلها بعنيك. بالظبط. فضلت أبص لها. إيه؟ أبص لها. إيه؟ ابص لها. وبعدين يا محمد؟ مش عارف يا سميحة، لما ببص لها ببقى محتار اشبع من ايه، من شعرها ولا من عينيها ولا من خدودها. يا سلام يا محمد، لو مره قدرت تقولها هي الكلام الحلو ده. هقوله لها وحياتك عندي. انت بس بكره لما نقدم الدبل هتشوفي، هفرجك، هعمل البدع كده. طب بكره نروح نزورهم وتلبسها الدبله، اتفقنا؟ اتفقنا. سميحة. ايوه يا ماما، جاي حالا، عاوز اشوف بقى البدع. لا يا حبيبتي، انا سبتلك البحر واللي فيه. انا شايفه المسائل ماشيه بسرعه قوي. ابدا لا مسائل ولا حاجه، ده انا نازله البحر لوحدي. طب اوعي تغرقي، خليكي على البر احسن. ما تخافيش عليا. ما تكمل لغايه الصخره. لا هنا كويس. على العموم كويس اننا وصلنا لغايه هنا. وطبعا عندك امل بكره نوصل لغايه الصخره وبعده اركب معاك العربيه، مش كده؟ كده تمام. وبعدين؟ وبعدين هبوسك. وبعدين لما تحصل البوسه هقولك بعد كده في ايه. ازاي صفيناز؟ صفيناز مين؟ نسيتها اوام. صفيناز خايف. ما خلاص، كل سنه وانت طيبه. هو انت كل سنه لك واحده؟ في واحده تستحمل شهر، واحده سنه، واحده سنتين، على حسب. انا بيتهيالي اننا نقدر نستحمل بعض طول العمر. لازم ارجع بقى. طب اشوفك تاني امتى؟ بكره بقول لك. ابعد دلوقتي لحسن اخويا واقف على البلاج. امتى ناويين ان شاء الله تكتبوا الكتاب؟ مش الاول يقدم الدبل يا سي راشد؟ يا ست الدبل يقدمها النهارده. مش برضو الحكايه عاوزه ترتيب؟ ترتيب يا ماما؟ اول ما نهد توصل من البلاج تفيده تروح مزغرطه، ونظيره تكون محضره الشربات، وطنط كامله تروح مطبطبه على اختي، وابله سميحه تروح مقعدها جنب ابي محمد. اختي هتنكسب، ابي محمد هتلبخ، انا حجمزه هيروح مطلع العلبه وملبس لها الدبله ويبوسها. نانا جت. تفيده جهازي، وانت يا نظيره على المطبخ. ابي محمد استعد. اهلا بعروستنا الحلوه الاموره. ايه يا ناهي مالك؟ مش عارفه يا بابا، طلعت من البحر عندي صداع جامد. تعالي يا ده دادي. مش قادره، حاسه بدوخه، عظمي مكسر. عن اذنكم. كنت نازل نهد؟ ايوه. ارجوك خدي اسبرين وشاي. نهد. عن اذنكم اما اشوف جرالها ايه. توديني فين؟
هوديكي في حته مفيش حد هيشوفنا ابدا. حسبي لا تقعي. طب امسك ايدي كويس. ايه رايك؟ انا جيت هنا كتير مع اخويا وصحباتي، ما حسيتش بالهدوء والجمال قد المره دي. ستي عايزه ايه انت كمان؟ سيدي محمد بره. يا دي الحوسه، طب اندهي اندهي الاوان من على البلاش، ولا اقول لك خش انت شوفي سيدك عايز ايه. اهلا اهلا، وتعب نفسك ليه بس يا ابني؟ لا ابدا ما فيش تعب ولا حاجه. اهلا وسهلا، اتفضل. هما ماما وسميحه ما جوش؟ لا والله يا ابني لسه ما جوش. طب وسامي ونانا؟ نانا وسامي لسه على البلاج، وانا خايفه لا تكون تعبت تاني. انت معاك عربيتك؟ لا ابدا في التصليح، انا هروح عندهم من على البلاج على ماما وسميحه ما يجوا. عن اذنك. طيب تعرفي يا نانا؟ ايوه. تعرفي نفسي في ايه؟ نفسك في ايه؟ نفسي في مركب صغيره اعيش فيها انا وانتي، ولا نطلعش منها ابدا، ونفضل عايشين على طول في البحر. ولما نتعب بالبحر ندور على صخره زي دي نقعد فيها يومين وننام في كهف. وبعدين؟ وبعدين نرجع البحر تاني. طب افرض المركب غرقت نعمل ايه؟ ولا حاجه، اخدك في حضني ونغمض عينينا ونموت وتبقى احلى موت. لا مش عايزه اموت دلوقتي، مش قبل 10 سنين. اللي ممكن تعمليه في 10 سنين تقدري تعمليه في يوم واحد. ما قلتليش هجيب فساتين منين واحنا في المركب؟ الناس بتلبس الهدوم عشان تقلعها، ولو كانوا ناس عاقلين كانوا وفروا القلع واللبس وعاشوا زي ما خلقهم ربنا. يعني نفتح نادي للعراء. في ناس عريانين وهم لابسين، وفي ناس لابسين وهم عريانين. انا ما كنتش فاكراك فيلسوف كده. قل وهناكل منين؟ مش هناكل، كل ما نجوع نبص لبعض نقوم نشبع.